السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر وخلاصة، معاكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن نتائج مباريات اليوم الأول في الجولة الأولى من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإذن الله تعالى، وبتكلم طبعا عن اللي هو المرحلة قبل الأخيرة. المرحلة الأخيرة عبارة عن بطل المجموعات العشرة، بطل كل مجموعة هيلعب مع بعض نظام ذهاب وعودة، ويتأهل 5 منتخبات من ال10 منتخبات. خلينا نتعرف على نتائج مباريات اليوم الأول، اليوم الأربعاء 1/9/1 سبتمبر 2021، ثم نتعرف على ترتيب المجموعات اللي هي اللي اتلعبت يعني النهاردة، ونتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، اليوم عندنا جمهورية أفريقيا الوسطى تعادلت أمام الرأس الأخضر 1-1، أحرز هدف جمهورية أفريقيا الوسطى تريسور تورو بايت في الدقيقة 53، هدف الرأس الأخضر جه عن طريق جوليو تافاريز في الدقيقة 36. السنغال تعادلت أمام آسف السنغال فازت على توغو 2-0، أحرز هدفها السنغال طبعا النجم ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 56، الهدف الثاني عن طريق عبدو ديالو بيلعب في فريق باريس سان جيرمان. غينيا بيساو فاز على غينيا، اسف تعادل امام غينيا، بعتذر لحضراتكم، 1-1، احرز هدف غينيا بيساو جوزيف مينديز في الدقيقة 51، هدف غينيا عن طريق فرانسوا كامانو في الدقيقة 7. منتخب مصر قدر يفوز على منتخب انجولا 1-0 عن طريق محمد مجدي قفشة في الدقيقة 5 من ضربة جزاء. منتخب مالي فاز على منتخب رواندا 1-0، احرز الهدف ادامة تراوري في الدقيقة 19. ليبيا، منتخب ليبيا العربي طبعا فاز على منتخب الجابون 2-1، احرز هدفين منتخب ليبيا علي سلامة في الدقيقة 27 وسند الورفالي في الدقيقة 90، هدف منتخب الجابون عن طريق اندريا بيوغو بوكو، والهدف ده جه في الدقيقة 11. بالنسبة لمباراة بكرة بإذن الله تعالى، عندنا كينيا هتلعب أمام أوغندا، جمهورية الكونغو أمام تنزانيا، النيجر أمام بوركينا فاسو، ناميبيا أمام الكونغو، مدغشقر أمام بنين، الجزائر أمام جيبوتي، والمغرب أمام السودان. المباريات لو انت ما توقعتش مباراة المغرب امام السودان والجزائر امام جيبوتي، كذلك مباراة مين، هما المباراتين دول اكتب لي توقعاتهم لو انت ما كنتش لسه توقعت، وده يبقى اليوم الاول، وهيستمر معانا الجولة الاولى حتى اليوم الثالث يوم الجمعة بإذن الله تعالى 3 سبتمبر. طيب خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات وترتيب الهدافين. المجموعة الأولى وتضم منتخب الجزائر ومنتخب جيبوتي ومنتخب النيجر ومنتخب بوركينا فاسو لسه ما لعبوش في الجولة الأولى. المجموعة بي أو المجموعة الثانية وتضم موريتانيا، منتخب موريتانيا العربي، وزامبيا ومنتخب تونس وغينيا الاستوائية ولسه أيضا ما لعبوش في الجولة الأولى. المجموعة سي أو المجموعة الثالثة تضم الرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيريا ونيجيريا. حاليا في المركز الأول الرأس الأخضر بنقطة بعد التعادل أمام جمهورية أفريقيا الوسطى اللي معه في نفس المركز، المركز الأول بنقطة أيضا. المجموعة دي المجموعة الرابعة تضم ملاوي وموزمبيق والكاميرون وساحل العاج أو كوت ديفوار لسه ملعبوش في الجولة الأولى. المجموعة إيه المجموعة الخامسة، مالي فازت اليوم في المركز الأول ب3 نقاط، أوغندا لسه ملعبتش، كينيا لسه ملعبتش، رواندا المركز الرابع والأخير بدون نقاط. المجموعة إف أو المجموعة الستة ولعبت مبارياتها في الجولة الأولى، ليبيا متصدرة المجموعة ب3 نقاط لأنها فازت 2-1، مصر في المركز الثاني ب3 نقاط أيضا لأنها فازت 1-0، والجابون المركز الثالث بدون نقاط، وأنجولا المركز الرابع والأخير بدون نقاط. المجموعة جي المجموعة السابعة، زيمبابوي فازت آسف زيمبابوي وغانا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا لسه ملعبوش في هذه الجولة. المجموعة اتش المجموعة التامنة، السنغال متصدرة المجموعة ب3 نقاط فازت اليوم، الكونغو في المركز الثاني كذلك ناميبيا لانهم لسه ما لعبوش، وتوغو في المركز الرابع والاخير بدون نقاط. المجموعه اي او المجموعه التاسعه، غينيا وغينيا بيساو والسودان والمغرب، غينيا عندها نقطه وغينيا بيساو لانهم تعادلوا اليوم مع بعض. والمجموعه جي او المجموعه العاشره والاخيره، مدغشقر وبنين وجمهوريه الكونغو وتنزانيا، ومحدش لعب اليوم بالنسبه لهذه المجموعه. خلينا نشوف ترتيب الهدافين حاليا. اللعيبه اللي عندهم اهداف، سند الورفالي لاعب منتخب ليبيا كلهم عندهم هدف واحد، ساديو ماني لاعب السنغال، علي سلامه لاعب ليبيا، محمد مجدي قفشه لاعب منتخب مصر، اندريا بيوغو لاعب الجابون، جيلو تافاريز لاعب راس الاخضر، تريسور توريبيت لاعب جمهوريه افريقيا الوسطى، جوزيف مينديز لاعب غينيا بيساو، عبدو ديالو لاعب غينيا، فرانسوا كاماتو لاعب غينيا، عبدو ديالو لاعب السنغال عذرا، علي سليمان لاعب اريتريا. طبعا اللعيبه اللي تحت دول بقى
اللي هو اريتريا وجزر القمر. طبعا ادامة تراوري لاعب مالي، انا اقصد باقي اللعيبه اللي هم كانوا بيلعبوا في التصفيات اللي قبل التصفيات اللي احنا فيها دي. تمام، طيب الفائز معانا في المسابقه الرياضيه الاستاذ محمد ابو عبده، فوز السنغال على توكو 2-0. شكرا لحضرتك على التوقع الصحيح، واديني اهو بكتب لك في نفس الفيديو اشكرك على التوقع الصحيح. التوقع الصحيح. طيب متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عملك الفيديو، نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.